بسم الله الرحمن الرحيم. مراجعه سريعه وهنحل على بعض النصوص. اول نص عندنا للصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الاول. اول نص عندنا من نص كن جميلا. نقرا مع بعض الابيات. بيقول لي: هو عبء على الحياه ثقيل، من يظن الحياه عبئا ثقيلا، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الحياه شيئا جميلا، فتمتع بالصبح ما دمت فيه، لا تخف أن يزول حتى يزول. طبعا عارفين الأبيات دي من نص كون جميلا للشاعر إيليا أبو ماضي. نبتدي مع بعض. أول سؤال بيقول لي: هات في جملتين من تعبيرك جمع عبء. طبعا جمع عبء أعباء. طب لما أجي أحط جملة أقول جملة بسيطة خالص، أقول الأعباء ثقيلة، مرادف تمتع أي استمتع، مرادف تمتع أي استمتع. الجملة: استمتع بالحياة. ب: متى يكون الإنسان، متى يكون الإنسان عبئا على الحياة كما يرى الشاعر في البيت الأول. يبقى هو بيسألني على البيت الأول، فهقول له الإجابة: من يعتقد أن الحياة عبء ثقيل فهو نفسه عبء ثقيل على الحياة. طيب جيم: بما تنصح من لا يرى جمالا في الحياة في ضوء فهمك للبيت الثاني؟ يبقى أنا هقرأ البيت الثاني وطلع له الإجابة. هو بيقول لي: والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الحياة شيئا جميلا. يبقى أنصحه بأن يملأ نفسه بالجمال، بأن يملأ نفسه بالجمال حتى يرى كل شيء في الحياة جميل، حتى يرى كل شيء في الحياة جميل. طيب سؤال رقم د: بين الغرض من الأمر الأخير، بين الغرض من الأمر في البيت الأخير، فتمتع بالصبح، فتمتع بالصبح. طبعا هنقول له أسلوب أمر الغرض منه النصح والإرشاد، أسلوب أمر الغرض منه النصح والإرشاد، وتصوير لجمال الحياة بالصبح مما يوحي بالتفاؤل والأمل، مما يوحي بالتفاؤل والأمل. ده كانت إجابة أول سؤال. بص معايا في السؤال الثاني من نص الكتاب طبعا لأمير الشعراء أحمد شوقي. بيقول له: أنا من بدل بالكتب الصحابة، لم أجد لي وافيا إلا الكتابة، صاحب إن عبته أو لم تعب، ليس بالواجد للصاحب عابة، كلما أخلقته جددني، وكساني من حلى الفضل ثيابة. أول سؤال بيقول لي: هات في جملتين من تعبيرك مضاد عبته، مضاد عبته أي المضاد مدحته، المضاد مدحته. طب نحطها في جملة، نقول مدح المعلم طلابه، مفرد ثياب ثوب، مفرد ثيابا ثوب، طبعا مفردها ثوب، نحطها في جملة نقول هذا الثوب جميل. طيب ب: بدل الشاعر صداقة الكتاب بصداقة الإنسان، بما علل ذلك في البيت الأول؟ يبقى الإجابة هتقول له إيه؟ بدل الشاعر صداقة الكتاب بصداقة الإنسان لأنه لم يجد صديقا وفيا مخلصا مثل الكتاب، لأنه لم يجد صديقا وفيا مخلصا له في الحياة مثل الكتاب. طيب سؤال جيم: كيف رغب الشاعر في صحبة الكتاب في البيت الأخير؟ كيف رغبنا الشاعر في صحبة الكتاب في البيت الأخير؟ الإجابة أنه قال: أنك كلما صاحبت الكتاب بالقراءة جدد معلوماتك، وزاد من أفكارك، وحسن من علمك. يبقى جدد معلوماتك وزاد من أفكارك وحسن من علمك وكساك من الزينة والفضل والأدب. طب السؤال رقم د: ماذا أفاد استخدام أسلوب الشرط إن عبته أو لم تعب في البيت الثاني؟ أفاد المدح، أسلوب شرط يفيد المدح، تقول له كده أسلوب شرط يفيد المدح. تمام؟ عاوز بقى تزود من عندك تقول له عبته ولم تعب بينهما تضاد بالسلب يوضح المعنى. تمام، بس لازم الأول تقول لي أسلوب شرط يفيد المدح. تمام.